وللمزيد انضم الينا هاتفيا من موسكو رامي القليوبي، اكاديمي وباحث سياسي. بنرحب بحضرتك استاذ رامي. اهلا بك. أنا وسهلا بعلي. يعني بيتم الحديث من قبل أوكرانيا أنه يتم استخدام أسلحة معينة أو استخدام طائرات مسيرة في أماكن مختلفة وما إلى ذلك، لكن الحديث هل بالفعل تستمر هذه العملية العسكرية من قبل روسيا بنفس هذه القوة التي تصفها أوكرانيا أم لا؟ يعني في الواقع العملية العسكرية الروسية تحولت إلى نوع من المواجهة الهجينة تشمل مواجهات دفاعية وكذلك هجمات بالمسيرات، وهي التي تتيح للطرفين إلحاق ضربات بالبنية التحتية للطرف الآخر وبالمدن الحدودية من دون عرض الحياة العسكريين للخطر. فبالتالي لا تغيير جذريا في سير المعارك في الفترة الأخيرة، ويبدو أن الأمور تتجه إلى حرب الاستنزاف. حتى الآن يبدو أن الوضع فيها اللي صالح روسيا بعض الشيء، ولكن في الوقت نفسه حتى موسكو غير قادرة حاليا على إلحاق هزيمة استراتيجية بأوكرانيا. نعم، هل وصول المسيرات أو سهولة وصول المسيرات الطائرة لأماكن يعني كما شاهدنا من قبل حتى أوكرانيا وقت ما استخدمت يعني طبقا لتصريحات موسكو وقت الكرملين استخدام المسيرات لتقليل كما حضرتك ذكرت الخسائر البشرية وما إلى ذلك، يسهل أيضا الوصول لمناطق صعبة أو مناطق استراتيجية أقوى وما إلى ذلك، حتى وإن كان يعني قيل استخدام هذه المسيرات حتى للمراقبة في عمليات كبيرة مثلا مثل المسرح في روسيا وما إلى ذلك؟ بكل تأكيد هذه الحرب أثبتت أن المسيرات هي فعليا عبارة عن عيون طائرة تستطيع الوصول إلى عمق أراضي العدو. وفعليا المفارقة أن أحدث النظم الدفاعية والدفاع المضاد للصواريخ القادرة على اعتراض كافة أنواع الصواريخ الباليستية غير قادرة على اعتراض المسيرات نظرا لحجمها الصغير وتحليقها على ارتفاعات منخفضة، مما يساعدها في احتراق المجال الجوي للطرف الآخر. فعليا روسيا الآن تعمل جاهدة على تطوير صناعة المسيرات والاستفادة من الخبرة الإيرانية وكذلك أوكرانيا. وأضف إلى ذلك أن المسيرات هي أسلحة منخفضة التكاليف لا تتعدى عشرات آلاف الدولارات على عكس الصواريخ عالية الكلفة التي تبلغ كلفتها ملايين الدولارات. فبالتالي بكل تأكيد يمكن الجزم بأن هذه الحرب أثبتت أن المسيرات هي سلاح العصر، ولكن فعليا هذا التوجه ليس وليد اللحظة بل بدأ يتجلى خلال الحرب الأرمينية الأذربيجانية في إقليم كاراباخ في 2020 حين اعتمدت أذربيجان على مسيرات بايراكدار التركية. طيب أستاذ رامي، أيضا يعني إذا تحدثنا لأننا كنا نتحدث أيضا عن في هذه النقطة عن فكرة مثلا مراقبة المسرح أو استهداف أماكن، الاتهام الفرنسي مثلا بأن روسيا تخطط للتعدي على الأولمبياد وما إلى ذلك، فكرة تهديد يعني إن صحت أو إن خطأت، لكن فكرة تهديد العناصر البشرية الآن أو المواطنين السالمين وليس فقط مناطق عسكرية وما إلى ذلك، تعليق حضرتك على ذلك؟ بداية المسيرات تستخدم في أغلب الأحيان لاستهداف البنية التحتية العسكرية أو مواقع حكومية أو مواقع تشكل رمزا لهيبة الدولة. فمثلا إذا تبعنا الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على روسيا فهي كانت تتركز على مناطق حدودية بلغورد وكذلك بعض الضربات على المناطق مثل يعني الكريملين في موسكو وفي مايو من العام الماضي، ولكن فعليا الضربات لم تكن تستهدف مجمعات سكنية. كذلك الحال في الحالة الروسية، فروسيا تركز على استهداف المواقع البنية التحتية المستخدمة في مجال الطاقة لقطع إمدادات الوقود عن القوات المسلحة الأوكرانية. صحيح أثناء ذلك
تحدث أخطاء أو هناك ربما وقعت حوادث إلحاق أضرار بالمباني حتى هنا في موسكو وعلى نطاق واسع في أوكرانيا، لكن في الأساس هناك انطباع بأن موسكو وكييف ملتزمتان باستخدام المسيرات لأهداف عسكرية وليست مدنية. نعم، الأستاذ رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي، نشكر حضرتك وجودك معنا على الهاتف من موسكو، شكرا جزيلا لك.